السلوغن تبع بي ام دبليو ذا التيميت درايفنج ماشين، انك انت دائما تستمتع في سواقتها مش تستمتع في الجلوس فيها. لما كلموني عن اني اكون وكيل بي ام دبليو مثل اللي قلبي دق. ال 120 سياره اللي موجوده في الطبيله كلهم جاهزين للسواقه في خلال 10 دقائق. الحماس اللي يجيني مع بي ام دبليو كل ما تطلع سياره تجدد من جديد كانها بدا من امس. تاريخ بي ام دبليو مليء بالسيارات الخاصة والنسخ المحدودة الإنتاج والسيارات المميزة. حتى نتعرف أكثر على هاي السيارات، إحنا اليوم في ضيافة سيد عمر الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان ووكيل بي ام دبليو في قطر، في متحفه الخاص متحف الطبيلة، حتى نتعرف أكثر على هاي السيارات الخاصة من بي ام دبليو والعلاقة الخاصة اللي بتعملها بين السيارات وبين سائقها. ممكن تحكي لنا عن Letbelah Museum، شو اللي دفعك انك تعمل متحف زي هذا لمجموعتك الشخصية؟ كانت دائما الفكرة انك انت عندك بديت تبني مجموعة سيارات مميزة وتحطها وتجمعها في مكان معين وتستمتع فيها متى ما صارت لك الفرصة، لكن انك انت تكون تفكر انك تعرضها على سبيل المثال كتحف بدل ما تكون بس كجراج، هذه الفكرة اللي كانت تبلورت فيما بعد لما كبرت ونضجت. ال 120 سيارة اللي موجودة في الطبيلة كلهم جاهزين للسواقة في خلال 10 دقائق. بتسوق على تراك؟ أخذت أي منهم على تراكس؟ نعم، كثير خذيت سيارات على تراك، وإحنا كل أسبوع لازم نسوق سيارات، فكل يوم جمعة لازم أسوق سيارة وجمع أصحابي كلهم نأخذ 5 إلى 10 سيارات ونروح نسوقهم. كيف بلشت علاقتك مع بي ام دبليو؟ كيف بلشت الباشن لهي السيارات؟ انا اول سياره اقتنيتها لبي ام دبليو كانت في سنه 82، كانت 745 وكانت تيربو وقتها، وكانت السياره ديناميكيه بطريقه عجيبه. يعني هم الوحيدين اللي جابوا سياره 4 بيبان وحطوا عليها تيربو، وهذا على اساس انه يبين لك ان سائق سياره بي ام دبليو ما هو شوفير، مش هو واحد قاعد على الجنب، هو اصلا سائق سياره يسوق السياره بنفسه بشخصه. تعرف مثل لما كلموني عن اني اكون وكيل بي ام دبليو مثل اللي قلبي دق. تتذكر شيء في صغرك كنت تنظر له او تسعى له او تفكر فيه، وفي يوم من الايام يجي يتحقق ويصير. من السيارات اللي هلا موجوده في المتحف، اي من سيارات بي ام دبليو انت بتستمتع حاليا بتسوقها من القدام او من الجداد؟ يعني من امتع السيارات سواقه الحين عندي اللي هي الزد 8. الزد 8 اولا حجم السياره، حجم الماكينه اللي فيها الموتور، وانها تكون غير عادي. اليوم ما تحصل سياره بهالاداء غير عادي، وجلوسها جلوس مريح. يعني لما اتكلم عن ام 1 او شيء غيرهم، هذه سيارات فائقه وهذه سيارات سوبر كارز، بس هذه مش استخدام يومي، يعني ما تستمتع اليوم في سواقتها، لكن لو كنت على حلبه او كنت في سباق تستمتع في سواقتها. بينما الزد 8 سياره يوميه في الاستمتاع. لغه التصميم عند بي ام دبليو كيف اختلفت من الزد 1 للزد 8؟ طبعا الديناميكيه في تصميم بي ام دبليو هذا شيء ما يختلف عليه اثنين. لما عملوا الزد 1 كانت خلينا نقول مدخل لبي ام دبليو تدخل للرودستر من جديد، وكان في الزد 1 حاولوا يعملوا فيها بعض الفيتشرز، منها الباب اللي ينزل على سنه يبينوا ان هم كانجينيرنج هاوس هم قادرين عندهم قدره في التصميم. بس هذه كانت لجيل اصغر سنا لما طرحوها. الزد 1 كانت مدخل للرودستر، بينما الزد 8 كانت مرحله النضوج. تحس يعني مثلا بي ام دبليو ممكن تحكي انها اكثر بتعكس شخصيه البني ادم نفسه؟ انا اليوم ما اروح انظر للسيارات كعموم انتاجها وككميه انتاجها، احس في كل كاتيجوري او تصنيف سيارات احس ان في سياره تكون مميزه. يعني مثلا هذه ال 325 كانت ايام الدراسه لما كانت في التسعينات، هالسياره كانت من اجمل السيارات اللي كل من كان يهواها. كان ان انت لما تكون في الجامعه وتسوق هالسياره الناس تحس انك انت متطور،
منافساتها بدون ذكر أسماء بتكون سيارات اللي واحد يبغي يشوف نفسه على الناس. البي ام دبليو ما كانت في عمرها انها تركبها تشوف نفسك على الناس، بالعكس انت لما تسوق سياره بينك انت إليجنت، انت سبورتي، انت شخص مرن، انت شخص مميز. ان هالسياره هي تتكلم عني انا اقتنيتها، مش انا ابن انسان غني اشتراها لي والدي. انا كانت لي رغبه اشتري هالسياره لان هذه السياره تناسب شخصيتي وتناسب عمري وتناسب الكاركتر تبعي. ايش بتحس الاشي اللي بيميز قياده سيارات بي ام دبليو عن غيرها من السيارات؟ اللي يميز بي ام دبليو البرفورمانس او التسارع، وفي نفس الوقت الكنترول. انت دائما انت في كنترول السياره، على اي سرعه انت ان كنترول، انت مسيطر على السياره، السياره ما تطلع من ايدك. كيف بتشوف التطور اللي صار لسيارات بي ام دبليو خلال كل هاي السنوات، وايش اللي بيهمك كبي ام دبليو انثوزياست انه بي ام دبليو تحافظ عليه للسيارات القادمه؟ هو اولا التطور كان مهول. دائما بي ام دبليو لو تلاحظوا على مر العصور دائما كانت فيها فيتشر تدخل في سياراتها قبل من اي شركه ثانيه في العالم. طريقه الاناره الزينن لايت لو تتذكر كانت طلع عند بي ام دبليو، طريقه الاناره الليليه، طريقه الفرامل، اشياء كثيره. بس في عامل واحد اللي هو دائما موجود في BMW، ان هم دائما يتربعوا على قمه الانجينيرنج في اي منتج يقوموا ينتجوا فيه من سياراتهم. دائما تلاقي الانجينيرنج بارت اوف ات او هندسه السيارات هو اللي ماخذ القياده او في قياده في تصميم السياره وفي ادائها وفي وضعها مع منافساتها. تغييرات BMW برضه داخله بشكل كثير قوي بموضوع الالكتريفيكيشن، تحول السيارات للكهرباء. كيف بتشوف نظرتك انت لمستقبل الموبيليتي، خلينا نحكي من ناحيه البروبلشن سيستمز، من ناحيه انظمه الدفع؟ هل انت من مؤيدين هذا التحول ولا بتفضل لو تستمر المحركات التقليديه؟ وكيف بتشوف شخصيه بي ام دبليو ماشيه معها؟ هذا اتجاه عالمي واتجاه مستقبلي ولازم ينجرفوا فيه ويمشوا فيه. والكاركتر تبع البلاجن هايبريد اللي هو عملوه في الايت طبعا هو ماستر بيس للسياره اللي طلعوها على 3 سلندر وعلى حجمها وعلى لليوم تشوفها السيارة كم صار لها 6-7 سنوات في السوق تشوفها فيوتشرستك، تلاقي هي متطورة كمنظر وكشكل وكأداء وكإنارة، تطور كبير فيها. ولهالسبب أعتقد أن البلاج إن هايبريد بيكون لها ستيل بتكون لرغبة السائقين اللي يستمتعوا في السواقة بتكون هي المفضلة عندهم، بينما السيارات الكهربائية هي خلنا نقول سيارة الجموع، سيارة العامة بتكون لأسباب بيئية وغيرها. هل بتحس إنه الـ i3 ممكن هي تكون مستقبل التنقل الذكي داخل المدينة؟ وهو هذا اللي بدأ مع BMW. مش مستقبل، حاضر التنقل اليوم في كثير من دول أوروبا بالنسبة لسيارة الكهربائية. الـ i3 اليوم هي الوحيدة اللي مسيطرة تقريبا على السوق في هالمجال، وبي ام دبليو جاية بتنتشر في مجال السيارات الكهربائية بشكل كبير. BMW M8 Grand Coupe الجديدة 1 of 8، واحدة من 8 سيارات. طب انت ذكرت انه اول سيارة لك كانت 745 توربو، هاي سيارة تقريبا نفس الكونسبت. هل بتشوف انه سيارات BMW الجديدة تاخذ نفس هاي الروح القديمة وبتعيد تشكيلها بصيغة حديثة؟ اكيد اكيد، لان اليوم لو تقارنها بسيارات اللي هي منافستها تحس السيارات هذيك كأنها صممت أو لسواقة شخص أكبر في العمر. تحس دائما لما BMW تيجي بسيارة من هالنوع بدأتها بال 745 في الثمانينات القرن، كانت إن هالسيارة سيدان لكن 4 أبواب لكنها مناسبة لهالعمر أو مناسبة لإنسان عنده شغف للسواقة أو حب أو لمتعة القيادة. لهالسبب تشوف BMW دائما تتفوق، يعني ما واحد بيشتري هالسيارة بيقول لك أبغي واحد يوصلني فيها. خلينا نحكي كعاشق لسيارات BMW، شو الاشي اللي بتمثل لك اياه هاي العلامه؟ يعني غير انها شغف هي القمه في متعه القياده اللي يقولونها دائما. فقمه BMW في متعه القياده انك انت تستمتع في قيادتها،